السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم هي البسبوسه، غادي نجربوها ان شاء الله بطريقه جديده غير متداوله، بطريقه غير تقليديه، يعني ماشي بنفس الطريقه اللي موالفين كانوا يوجدوا بها البسبوسه. دونك غادي نبداو ان شاء الله، و قبل ما نبداو عفوا كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالنسبه لزر الجرس اهم حاجه انكم تفعلوه، لان الا ما تفعلش زر الجرس راه اليوتيوب كيمسح الاشتراك ديالكم، وهكا ما كتوصلوش بالفيديوهات الجديده اللي كنزل. بالنسبه للناس جداد لاول مره كيزورونا وكيشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش حتى نتوما الاشتراك، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بالبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش هكا كتحفزوني انني ننزل لكم فيديوهات اكثر ونشارك معكم وصفات جديده ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله. غادي نبداو الطريقه ديال التحضير، واول حاجه غادي نبداو بها هي المكونات اللي غادي نستعملو في البسبوسه ديالنا، وكنبغي نقول لكم راها زوينه زوينه بزاف، غير تبعوا الفيديو ان شاء الله وتجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم، واللي جربها يرد عليا في التعليقات. بالنسبه للمقادير اللي غادي نستخدم، عندي هنا نص كيلو ديال السميده يعني 500 غرام، وبالنسبه للسكر عندي هنا 170 غرام يعني كاس ديال العنبه، وعندي 4 ديال الكؤوس ونصف، المهم 500 مليلتر ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، هي تقريبا 5 ديال الكيسان ديال الياغورت، ونقص منهم تقريبا 2 معلقات، يعني يمكن لك ديري من الاحسن ديري 5 ديال الكؤوس ديال الياغورت. وبالنسبه لهنا عندي سكر فاني، وبالنسبه للخمارات غادي نستعمل 10 غرام، يعني ما غاديش نستعمل هذوك 2 ديال لي ساشي، غنستعمل 10 ديال الغرام فقط. ومن بعد ما مزجت جميع المقادير اللي عندي، يعني النواشف مع بعضياتهم، السميدة وسكر سنيدة وسكر فاني والخمارة، ضفت ليهم الياغورت وخلطت ومزجت الخليط ديالي، خديت المول اللي متوفر عندي ودهنته بالزبدة، وغادي نضيف ليه، غادي ننزل فيه هذا الخليط. من بعد غادي نطلقو بيدي، يعني ومن بعد يدي غادي نفزقها بالماء شويه بالماء باش ما يلصقليش الخليط في يديا، وغادي نبقى بهذه الطريقه تنطلق العجين ديالي حتى نطلقها على المول كامل، يعني ما يبقى حتى شي بلاصه فيها الفراغ، ونطلقهم بشكل، نحاول ما امكن نطلقو بشكل متساوي. من بعد غادي ناخذ معلقه
اولا كاس على حسب لي بغيتو. غادي نفزكو شويه، نفزكها هذيك المعلقه شويه بشويه ديال الماء باش ما يلصقش فيها الخليط، وغادي نحاول ما امكن نقاد الوجه ديال البسبوسه باش ما يبقاش فيها هاد لي تراس ديال الاصابع، باش يجي الشكل ديالها زوين ما يبقاش هكا هاد لي تراس هادو. من بعد غادي نخليها ترتاح لمده ديال ساعتين او لساعة على الاقل، يعني لما كانش عندكم الوقت على الاقل لساعة تخليوها ترتاح. ومن بعد في هذه الوقيته هذه اللي غادي نخليها ترتاح، غادي نمشي ونفرك اللوز اللي غادي نزين به البسبوسه ونخليه ينشف، ومن بعد غادي نوجد السيرو اللي غادي نسقي به هذه البسبوسه هذه. وخليكم مع المقادير ديال السيرو. وبالنسبه للمقادير ديال القطر اولا السيرو، غادي نستعمل 750 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ونصف، وغادي نضيف ليهم 3 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الماء دافئ ما يعادل 900 مليلتر، وغادي نضيف ليهم قطعه ديال الحامض. من بعد غادي ننزلهم على نار معتدله لمده ديال 20 دقيقه، والسيرو ديالنا ها هو واجد. ومن بعد ما دازت ساعتين ديال اللي خلينا فيها البسبوسه ترتاح، غادي ناخد السكين وغادي نبقى نقطع لي مورسو اللي محتاجه، يعني على حسب نتوما والذوق ديالكم والطريقه كيفاش غادي تقطعوها. هنايا كان غادي نقطعهم انا غير بشكل عادي مربعات. ومن بعد غادي ناخد اللوز اللي ديجا فركت وخليته ينشف، وغادي نزين به على الشكل اللي انا بغيت، يعني انا بصراحه غادي نزينه بشكل عشوائي، وانتم لكم الاختيار الشكل اللي بغيتوا تزينوا بها. ولا كانوا مثلا غادي تحضروا هذه البسبوسه في شي مناسبه، من الاحسن انكم تقطعوها بطريقه اللي متساويه. انا بصراحه قطعتها بطريقه عشوائيه، وحتى الطريقه ديال الاشكال اللي درت ديال اللوز درتهم بشكل عشوائي، يعني ما تفننتش فيهم بزاف. وانتم بطبيعة الحال لكم الاختيار في الطريقة ديال التزيين. ومن بعد ما ساليت التشكيل ديال اللوز وتفننت فيه كما كتشاهدوا معايا، ما تديوش على هذا المشهد هذا بصراحه، هو الشكل ديالو زوين الصراحه، ما بيش غير انا ما درتش شكل واحد، كل وحده شنو درت فيها، يعني ماشي مشكل. كل واحد يدير الطريقه اللي كتعجبو، يعني الشكل اللي يعجبو. وبالنسبه للوز انا استعملت خديت 100 غرام، وكما كتشوفوا بقى لي منها شويه هذا، يعني ما استخدمتهاش كامله. ودابا في هذه المده اللي كنت كنشكل فيها اللوز، كنت شاعل الفران خليته كيسخن على درجه الحراره 180. غادي ندخل دابا البسبوسه ديالي تطيب لمده ديال 30 حتى 35 دقيقه على حسب الفران ديالكم وعلى حسب الدرجه ديال التحمر اللي بغيتوا فيه البسبوسه، وغادي تطيب ونرجع لكم. وهذه البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت كما كتشاهدوا معايا هنايا، راني عاودت بالمسقطات هذوك دوك السطوره اللي درت في الاول، لان راه كتلاصق ما كتبقاش مقطعه، يعني ضروري تعاودوا تقطعوها بالموس. هنايا كما كتشاهدوا معايا السيرو راه سخون، وبالنسبه للبسبوسه حتى هي راه عاد جبتها من الفران، يعني خليتها تبردي واحد المده ديال 4 5 ديال الدقائق، وعاودت قطعت هذوك لي مورسو وزدت وضفت عليها السيرو وهو سخون. من الاحسن انه يكون سخون باش هكا كيتشرب دغيا. وغادي نخليها لمده ديال 21 حتى 30 دقيقه ولا غير 15 دقيقه هكاك على ما تشرب ليا البسبوسه، وغادي نقدمها لكم ان شاء الله تشوفوا كيفاش جات. وكنتمنى انكم تجربوها صراحه، جات زوينه بزاف وكل شيء عجباتو، يعني الدار كلهم ذاقوها عجبتهم، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وما تبخلوش عليا باللايكات هكا باش كتدعموني وكتحفزوني انني ننزل لكم فيديوهات كتار ونجرب معكم وصفات جداد. و
هنا البسبوسة ديالنا وجدات، ومن بعد ما شربات هذاك السيرو هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحة جات زوينة 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 بزاف، جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. واللي جربتها تهضر عليا في التعليقات كيفاش جاتها، وطبعا الاذواق تختلف، كاين اللي غادي تعجبو كاين اللي لا، على حسب كل واحد وذوقه، ولكن كنظن ان كل شيء غادي تعجبو ان شاء الله كبير وصغير. وبصحة والراحة، ونخليكم دابا الى فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة باذن الله. وما تنساوش ما تنساوش عافاك البارتاج، بارتاجيوها مع اصحابكم ومع احبابكم. يلا باي، مع السلامة.